القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. لمن يبحثون عن سكن مناسب للجيب والمعيشة فالأمر ليس بتلك السهولة في ظل ارتفاع أسعار الشقق المهيئة للإيجار وغلاء تلك المخصصة للبيع. كريم واحد ممن يعانون من قضية السكن، فقد اضطر للانتقال إلى أكثر من شقة بحثا عن إيجار أفضل، رغم أنه متزوج حديثة وهو يدفع حاليا قرابة $300 إيجارا للسكن. عدة سكنات غيرت من زيادة الأجار فيها، فتوصلت آخر إشي لسكن قيمة 600 شيكل في منطقة بيتنا بيلا، فأخذت السكن وتجوزت فيه، وطبعا شايف أنت طبيعة شغلي غير بشتغل في قهوة. وفقا لإحصائية حول واقع المساكن في الأراضي الفلسطينية، فإن ما يقارب نصف الأسر التي تعيش في مساكن مستأجرة تدفع ما يقارب 155 دينارا شهريا. الأمر ينطبق على المناطق البعيدة عن وسط المدن، ما يضيف عبء المواصلات وتكاليفها. كوني أنا متجوز جديد شيء أكيد طبعا غالي، يعني لأن أنا بدفع يوم 30 شيكل طلب في الليل، وطبعا واحد متجوز جديد بده أكيد أغراض لداره، مصاريف له وديون عليه وحالي، يعني يدوب مكديتني. ومع إشكالية تحصيل سكن ملائم يناسب الدخل، يحاول بعض المستثمرين البحث عن حل بإنشاء ضواحي سكنية، حيث أقيمت العديد منها في عدة مدن في الضفة، وهي تمنح مساحة للتقسيط الطويل الذي يمتد لعقدين تقريبا. آلية التقسيط عملية جدا ومناسبة جدا، كأنه بدفع إيجار الشهري اللي هو $400 و$500، حتى ممكن كمان أقل شوي صغيري، وبالتالي هذا بتساعد الشاب أنه بدل ما يستأجر أنه يتملك بيت ويدفع ثمنه مع الزمن. وتقول بعض المؤسسات الأهلية إن حالة الغلاء بشكل عام تتطلب وضع خطة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل في جزء منها الامتناع عن دفع أجور السكن والشقق لإجبار أصحاب الإسكانات على خفض الأسعار. البحث عن السكن في ظل أسعار الإيجار أو البيع المرتفعة أصبح عملية مضنية تتحطم عليها آمال الكثير من الشباب. الأمر أشبه بالبطيخة المغلقة، فلا تدرك ما الذي ينتظرك. إن أنت استأجرت ستدفع مبالغ طائلة في المقابل، أو بتعت شقة ستبقى مدينا طوال حياتك. من رام الله أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.